وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتكثيف القوافل الدعوية والندوات العلمية بمنطقة حلايب وشلاتين وكذلك بمحافظة شمال سيناء ومطروح، مشيرا إلى أن هذه القوافل لم تقتصر على شباب العلماء بل إنها ستعتمد على تدعيم هذه القوافل بكبار العلماء والمفكرين، وأنه سيكون على رأس كثير من هذه القوافل. وتناول وزير الأوقاف في محاضرته بمسجد سيدي أبي الحسن الشاذلي بقرية الشاذلية بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر جوانب من وجوه الإعجاز القرآني، ثم تحدث عن مكانة مصر في القرآن والسنة وواجبنا تجاه هذا الوطن العظيم وفاء بحقه علينا جميعاً.